أثير لغط بشأن القرار اللي اتخذ مجلس النواب ومدى قوته. الدستور العراقي يعطي لمجلس النواب صلاحية تشريع القوانين والقرارات، والقوانين والقرارات ملزمة التنفيذ ليست خيارية التنفيذ. والقرار الذي اتخذ هو أن تجري عملية عدوى فرز بنسبة 10% للأصوات الموجودة، فإذا تبين أن هناك نسبة تباين بنسبة 25% يجب أن يصار إلى عملية إعادة العدوى الفرز في كافة المحطات وكافة المحافظات.